في بعض الملاحظات انا احيانا بالباوربوينت او بالبي دي اف مش مكتوب كل حاجه احيانا. مثلا تجي فكره نناقش مثلا انت تدون اي فكره جديده انا بعطي سؤال على درجتين ثلاث لليوم حاضرين اللي يكونوا حاضرين معي. اي حاجه انت اشوف انا مثلا خارجه عن البي دي اف، طبعا انت تقرا البي دي اف بس يعني ايوه لانه السلايدات مختصر البي دي اف يعني هدو فل. ما يمنعش ان انا اجيب بعض الاضافات بالقاعه اطرح عليه سؤال مهاره على ممكن درجتين مثلا للمتميزين، ايش رايكم؟ طبعا شوف بعض الاضافات مهمه حتى اللي مش حابب انه يدخل اوكي يعني على الاقل ايش؟ ما نكونش الا نعتمد على الحفظ بس حتى على القضايا هذه مهمه يعني انا ايش اكون اعطي لك الاصل انه الفهم هو اللي يدوم يعني ما دام انه الفهم تقدر تجاوز في شوف في بعض الدول يعتمد على الجهد كله يعتمد على الطالب ويعتمد على الثقافات. ألم بندرسها نحن بعض الثقافات الجهد يعتمد على الطالب فقط والبعض يعتمد على ايش؟ على الأستاذ، الأستاذ وكل شيء. بعض الثقافات يقدم الطالب، الطالب يعطى الأولوية هو الأهم. بعض الثقافات الأستاذ هو الأهم، هذه طبعا الشرقية هو الغربية، الطريقة الغربية اللي هو باور ريسبكت باور توليرنس يعني اللي ما يحترمش السلطة، ما يحترمش السلطة إلا وفقا إذا هي تتماشى مع مصالحه. لكن احنا عندنا مور ريسبكت معناها إنه أصبح لازم تحترم السلطة وتحترم اللي أكبر منك ولازم. لكن هنا شوف في اليمن بتلاحظ انه اصبحت ثقافه احترام السلطه غير موجوده، احترام الكبير اصبح ايضا غير وارد، فقدت كثير. اذا في بعض لا لا على المستوى العام احنا على المستوى العام انت يعني احنا قابل زمان انت لو في بالشارع اي واحد مش يحترمك شيء كبر سنك. لكن في السابق كان مهما تكلم الزمان يمكن واحد حتى جيلنا نحن لو تلاحظ الجيل اللي بعمرنا ما زلنا نمشي على نفس النمط، لكن الجيل الحديث الان في فرق كبير جاب يعني ايوه لين بنناقش هذه القضايا، قضايا ممتعه على فكره الثقافه طيب ايضا اخذنا لكم الفرق امس ايضا اضفنا هنا اللي هو الفرق بين التأنيب سيد زميلكم وال انتزاع الملكيه والمصادره. طبعا يخلطوا هم بين العنوانين، يخلطوا ما بين المصادره والتأنيب، هي نفس المعنى على فكره بس في فرق بسيط جدا. الفرق البسيط انه التأمين احيانا يكون لمصلحات البلد من اجل السياده، ما يستهدف شخص معين او بلد معين او كذا. لكن بالنسبه للمصادره يكون الهدف عقوبه بحكم قضائي، بحكم قضائي نعم، مقاطعه مثلا قطع العلاقات بين الدول لذلك يكون معاقبه الاشخاص هذول لقاء السياسه ايش اللي تقوم بها الدوله. لكن التأمين قرار وطني سيادي ما لوش علاقه ما يستهدف شيء شخص ويعطي لك تعويض عادل. دكتور التامين برضه يكون على الشركه ككل، لكن المصادره قد تكون مثلا في حكم قضائي يقيس بعض من املاكك. ممكن يكون ايوه ممكن البعض ممكن يكون ايش؟ الكل. الكل ممكن. ايوه على فكره بعض الدول ما تقبلش نهائيا من الاستثمارات الاجنبيه الشبكيه الا انه تشارك بمشاركه يعني المواطنين او الدوله تشاركها في 5%. هذا كان معمول في جوجل هند. احنا عندنا هنا في اليمن ربما حددوه 41 51 على اساس برضه يعني انه يقول لك يكون هو مالك الحصه الاكبر يستطيع انه ينظروا للبروجكت.
بعض الدول لا 50 ما يسمحوش انه الشركه الاجنبيه تمتلك بشكل ايش؟ بشكل اكبر. درسنا المحاضره الماضيه اثر البيئه القانونيه التاثيرات المباشره للقوانين. ما نقول ايش التاثيرات المباشره للقانون؟ في تاثير مباشر ما غير مش التاثير غير المباشر شنو نناقشوا فيه؟ دكتور القانون شو اثر على الشركات الاجنبيه؟ هل في اسعار اللي هي اللي هي مؤثرة بشكل شكلين عم بس اللي هي مؤثرة بشكل مباشر تأثر على التجارة الخارجية. أها قيود التجارة الخارجية قيود تحويل الأموال الاستيلاء الامتلاء أيوة المصادرة والتأمين ولا ونزع الملكية. طيب هذا ما يخص القوانين البلد المضيف. طيب أحيانا البلد الأم البلد الأم أحيانا تؤثر قوانينها. من يقول لك ممكن تؤثر؟ البلد الأم الشركة. لا كيف يؤثر؟ كيف تؤثر على القوانين؟ طيب الشركة هذه الدولية مش مقرها الأصلي يكون البلد الأم. فلذلك عليها أن تتبع قوانين البلد الأم. قوانين البلد إيش؟ طيب قوانين البلد الأم هذه أحيانا يؤثر عليها. الصادرات مؤثر على الصادرات. إنه ما أي نعم. إنه مثلا استنزاف الموارد ممنوع. صادرات. ممنوع تحويل الأموال إلى الخارج. ممنوع أيضا العمالة. العمالة المحلية تشيلهم لأنه بعض الشركات. بعض الشركات الدولية تأخذ عاملين. من البلد الأم. نعم. الطاقم حقها نعم. الطاقم. أو تدربهم تربطهم. أيضا أحيانا التكنولوجيا فيكم براءة اختراع فيكم كذا فيهم يروحوا يسربوا إيش تكون معلومات إيش سرية. إذا لحد أحيانا الدولة تفرض قوانين. كذلك الشركة يعني أحيانا تفرض عليها السياسة اللي ممكن تتبعها الشركة الإسلامية أو الدول الإسلامية. إذا في شركة مثلا تريد تفتح فرع في الخارج تحظر عليها من بيع الحلول أو تغير الأشياء المحرمات أي حاجة تعلم الدين الإسلامي ينهانا عنه مثلا لازم نطبقه إيش في الخارج لأن هذه شروط الدولة البلد وإنما ما توافق لها. إذا هذا التأثير يسمى غير مباشر فتشوفوا معي شو التأثير مش مكتوب هنا هذه من ضمن القضايا اللي هي مهمة التأثير الغير مباشر. التأثير الغير مباشر قلنا تحويل الأموال الموارد الموظفين الموارد بشكل عام موظفين الأموال أيضا قيود على التكنولوجيا أحيانا براءة الاختراع تفرض قيود أيضا وأيضا تحويل الأموال قلنا والموظفين إيش كمان؟ التكنولوجيا والمعلومات السرية. نعم موارد. أوكي. الموارد مثلا بتروح على المصومة يعني على سبيل المثال ما تقدر تجيب الإناث من الماعز والمصومة بسبب إنه كل ما كان يكر وحيوانية يمنع تخرج. وأحيانا حتى القطع الأشجار تصدير مثلا الأخشاب مثلا القطع الجائر أو يعني أيوة المحمية الطبيعية مثلا. في الحاجات النادرة تتاجر فيها ممنوع. مثل ما قال زميلكم الثروة الحيوانية مثلا الإناث يقول لك لا ممنوع عشان احنا هنا في اليمن ما فيش قانون يحمي هذا الشيء. حتى احنا في اليمن هنا برضه يذبحوا الإناث. ليش ما يقولوا يتكاثروا ويذبحوا الذكور يعني؟ هذه مشكلة يعني. حتى المصومة تغنيهم كبار شكلك عائلة عادل ونوش لأنه على شغلات أخرين يسموها الليس صلحوا من الجوب هذا الحق الأجزاء أيوة بس نحن نتكلم عن العجال والثروة الحيوانية فعلا أنا أروح أحيانا عند الجزر ما أقدرش أشتريها إذا شفت هنا ما نفسيتي ما حتى عندنا الديون ما يخرجها كل الديون نعم كل الديون
يعني لكن تهدى انت بدل يعني بدل ايش كيف بتفعل عندما تهدر كل الثروه ذكور اناث بالعمر هذا اذا كيف نفهم بكثره بعدين الثروه الحيوانيه بدل قاعد تستورد لا عدد الاناث اكثر ها لا عدد الاناث اكثر قادمه السنسوار شيل بعض الدول انا كلفتكم قبل كذا عملتونه ولا لا شفنا كثير في الانترنت ماذا طيب؟ ليتوانيا، روسيا، اوكرانيا ممتاز اغلبهم يعني في بعضهم وصل 70% نسبته هنا يا شوفها هذه شوف التريديشنال الثقافات هذه مهمه انك تتعلمها تدرون ليش يا شباب احيانا انا عشان ادي لكم الان بعد قليل كيف انت تتميز بالامور هذه مش الا فقط ندرسها امس اخذنا كذا لمحه عليها كيف عندما تعرف النساء اكثر الرجال اقل حتى مستوى الإنفاق أحياناً بعض الدول يا شباب بعض الدول حتى لو شفت مثلاً فيها عدد سكان كبير لكن يكون مستوى الإنفاق حقها قليل ما ينفع يعني مثلاً ترى تستثمر هناك يفضل القدرة الشرائية مثلاً من عندنا باليمن ليش ما يقولش تستثمره لأن القدرة الشرائية حق المواطن بعيد مستوى الدخل قضعي وبالتالي ما تكسب الشركة فلذلك ما في شركات هنا معنا تلاحظ أغلب الشركات تستثمر في الدول اللي عندهم القدرة الشرائية عالية حتى نحن عندما كنا نبحث مثلا نقول منهم اللي يجوا الى اليمن السياحه ايضا نركز على الدول اللي تكون ايش؟ يعني ذات داخل ذات انفاق يجي حتى اليمن يصرف فوق السياحه ايوه فكانت كل المانيا استراليا لكن لو يقول لك من اليابان الصين دول شرق اسيا ما الانفاق حقهم ضعيف وبالتالي ما كانوا يركزوا عليهم كان التركيز كله على السياحة إيش الأوروبي؟ لهذا الأسباب. أيوة كذلك شوف تتغير كيف يا شباب حتى لو قلنا المواليد حتى لو قلنا إحنا قسمنا حسب المواليد والأطفال والشباب كبار السن أنت لو تلاحظ أيضا الشباب ما هي احتياجاتهم قصدي إيش؟ يمنع الأطفال تلاحظ إنه دخل الطفل يكون عضل السلم مصروف من أبوه سلم المصروف إذا بيش بيركز هذا المصروف على المواد الضرورية الاستهلاكية إذا أنت تقسم في معك سلع استهلاكية في سلع معمرة وفي سلع إيش كمالية على هذا الأساس الطفل دائما بيروح يشتري له سندوتشات يعني شوكولاتة يشتري له أشياء إذا سلع استهلاكية لا تركز انت على الحاجات اللي يحتاجها الطفل في المراحل الاولى على الحاجات الاستهلاكيه ثم بعدين عندما يتوظف بتشوف كم عدد الموظفين ايضا هنا يبدا يمتلك الفلوس بايش بيبدا يفكر بالسلع المعمره تلفزيون يشتري له للبيت لانه شيء اثاث يستقل شيء زوال شيء تلفون تلفزيون ثلاجه غساله سلع معمره هذا طيب خلاص اوكي بدا فتره اكيد الدخل يزداد الغالب علاوات بيبدا يفكر بايش؟ خلاص السلع اللي هي الكماليه اللي هي السياره الرحلات الترفيهيه هذه المرحله الثالثه على هذا الاساس ايضا انت عندما تعمل دراسه تراعي هذه الدول ما تخش الدراسه الا فقط على جزئيه معينه لا على كل الجوانب التقيس احيانا انت بتجي تشوف مثلا عدد السكان كبير في المنطقه هذه لكن مستوى الانفاق حقهم ضعيف، اذا ما ينفعك، ما يفرقكش كمستثمر. تدرس كل التفاصيل، ادق التفاصيل في هذه الجوانب. طيب. هذا ما يخص قلنا الـ القيود او الاثار الناتجه عن البيئه القانونيه. طيب. البيئه التكنولوجيه يا شباب او السياسيه، اخذنا ايضا البيئه السياسيه، ما المقصود بالبيئه السياسيه؟ يعني النظام السياسي أي تغيير في النظام السياسي قد ربما يؤثر إيش يكون له تأثير سلبي على أداء تلك الشركة أي تغيير إيش نقصد بالتغيير حكومة أحيانا ما قلنا لك تنتخب حكومة جديدة تظهر مثلا نظام كان اشتراكي رجع نظام رأسمالي عسكري ديكتاتوري وهكذا إذا أي تغيير في النظام السياسي يؤثر على أداء الشركة.
قد ربما ايش من هم تلك المخاطر اللي تسمى بوليتيكال ريسك. ثلاث اشياء: مخاطر تؤثر على الملكيه اللي هي اونرشيب على الملكيه اللي اخذناها في السابقه اللي هي المصادره والاستلام، انه الشركه تصادرها او تصدرها لها، هذه اللي هي متعلقه بالاونرشيب الملكيه. في مخاطر تتعلق بالعمليات التشغيليه اوبريشن للشركه نفسها، يعني ممكن تغلق قنوات التوزيع، ممكن ما توزعش من خلال هذه المخاطر اللي هي الحملات البدائيه الاطلاقات. احيانا بعض الشركات الان مثلا في الحروب بتحارب الان الاهليه، الحروب الاهليه الدائره هي مش كل الشركات مشوا لا نعم لانه شو تطفوا وامرها حتى المنظمه توقفت ابتزاز التهديدات. إذا الحروب أهلية، التضخم، حوادث الأقطاع، انخفاض العملة، عدم السماح للشركات الأجنبية بالاقتراب من البنوك المحلية، هذه سياسات أحيانا تفرضها البلد المضيف، أو التوظيف الإجباري. بعض الدول تجبر الشركات الأجنبية على أنها تسويها من أبناء البلد. على فكرة حتى شركة ناشف المحلية اللي عندها إدارة الاستراتيجية بنجاح، يظهر احيانا بعض الصحفيين بعض الكتاب تلاحظ انهم يهاجموا بعض الشركات، يقول يسالون هذا على الشركه هذه كل يوم في الصحف المجلات، ويضطروا احيانا بعض الشركات يعملوا عمليات مصاومه مع الصحفيين، يستميلوا هذول الاشخاص احيانا يخلوهم اعضاء في مجلس الاداره يديروا راتب. ايوه خلاص كده، هذه سياسه رهيبه على فكره، ولذلك هذه معمول فيها بالدول الاخرى. لذلك تلاحظ انت اي واحد يبدا يتكلم عن اي شركه ضروري ما يقول له ايش يعمل فتره سكان معناته عارف انه عارفه. ايوه استمع احيانا معروفه استماعه يعني معروفه يعني، واحيانا ايش خلوا ضيف شرف واعطوا له راتب مجلس الاداره. لا في إدارة الاستراتيجية، يعني أنت كيف تتعامل مع البيئة الخارجية، أحيانا تشكل التحالفات الاستمالة، يعني مثلا اللوبي، أنتم تسمعون على اللوبي؟ نعم. نقول اللوبي الصهيوني مش نسمع عنه، لكن اللوبي إيش هو؟ يعني أنت أحيانا كشركة تريد مثلا إذا هي شركة أجنبية عادة يكون عندها سيولة نقدية، تحاول إنه تكون علاقات مع كل المسؤولين في اليمن اللي هم متخذين القرار، توصل لهم مثلا مجلس النواب، مجلس الشورى، اعطاهم الهدايا مبالغ والعطور والى اخره. هذا يسمى اللوبي، انه سيطرت على كل مصادر القرار. اي هامش مردود اخطر حاجه على فكره اذا ما فيش وطنيه هذا اللوبي. هذا اليمن كان تحصل كده، يعني كانوا يمرروا اشياء بدون جمارك بدون اي حاجه، يعني فوق عالمه، يتصل الوزير، يتصل هذا، يتصل الوسط، علشان ايش؟ هذا نظام، كيف تخطب انت؟ وانت مصدر التشريع. فهذا يسمى اللوبي. الشركه الاجنبيه اخطر، احيانا تكون خطر على الامن القومي، خطر على الوطن، على تغيير الثقافه، حتى على الهويه. يكون في احيانا يا شباب تدمير ممنهج، ربما ما يركزوا عليه بعض الاشخاص. من ضمن هذه الاشياء الهيمنه، تلاحظ هو اللي متخذ، هو المسيطر، يعني المواطن ما له شيء يقول. قد يكون الدكتور وسيم المعاد مربوط. تلاحظ علاقته بكل الشخصيات الهامه، لو في مشكله بينك وبينه بيكسب القضيه هو. الكل بيوقف معه. هذه تسمى الهيمنه الاقتصاديه. ناخذها ان شاء الله. طيب. إذا المخاطر التي تؤثر على العمليات التشغيلية، مثلا زي ما هذه يا شباب الأسئلة، أنا أعطي لكم يعني أوضح لكم هذا. يعني عندما يجي لك سؤال مثل ما هذا مثلا مخاطر البيئة السياسية. ما يجي يقول لي مثلا المخاطر تؤثر على الملكية، العملية التشغيلية، تحويل الأموال، أوكي هذه اللي شرح مثلا بيشرحها من خلال مثلا الملكية، المصادرة، لأنه لاحظونا بالامتحان السابق يعني المقارنة بين الإدارة التقليدية والإدارة يعني كان تكتب كذا المقارنه سهله، يعني ما تحتاجش لو قريتها لو كلفت نفسك تقراها مره واحده يعني ايوه حرف بس استفيدها، ما تتعودش تكون تعمل حفظ. نعم يعني نعمل توازن في الاسئله،
يعني في المعايير المعينه ولا في هذه مشكله شو بسبب لك يعني في عمليه الاجابه الماجستير احنا ما نبحث عن النقاط لانه قد معك سؤالين اللي هما اوبجكتيفز الصح والخطا والمالتيبل تشويس ايوه هذا يعتبر كانهم اوبجكتيفز